بغيت نشارك معكم التجربه ديالي. كما كتعرف انني كنت من بين المقاولات اللي بديت الاقتصاد الاجتماعي التضامني تقريبا 2015، ودابا اسسنا تعاونيه اللي سميناها الخيمه، وهي تعاونيه سياحيه للسياحه التضامنيه والاقتصاد الاجتماعي التضامني. اللي بغيت نقول هو ان بالنسبه للتعاونيه ديالتنا هي جات بواحد الفكره اللي هو جديد، تعاونية اللي هي مقاولة جمعنا فيها أشخاص لكل واحد فينا كيميتريزي واحد الحاجة. بالإضافة الناس قريبة اللي كاينين في التعاونية هما كاملين داخلين بواحد الفكر اللي هو مقاولاتي، يعني ماشي التعاونيات كلهم تقريبا عندهم نفس الفكر، ماشي التعاونيات كلهم تقريبا، حتى الناس اللي فيهم راه الناس مختلفة، الناس ماشي بحال. في شهر جوج كانت غادي تنطلق السيت ديالنا ولكن توقفت، ولكن مع ذلك ما وقفناش بحكم كيف ما كتعرفوا انا لي برودوي ديالي انا اساسا دي برودوي اللي هما بلديين، يعني بسبب الجائحه ديال كورونا خلات الناس انهم يمشيو يقلبوا على المواد البلديه، مشاو يقلبوا على المواد الطبيعيه. الحمد لله المؤشرات عندي ارتفعت الحمد لله، يعني لي كليون حتى هما تزادوا. ما خدمتش بالسيت، ما خدمتش بالفيسبوك، ولكن خدمت بالواتساب بحكم عندي مجموعه ديال لي كونتاكت ديال النساء اللي حاولت انني تواصلت معاهم. كانوا عندي دي بروموسيون اللي كانوا شاك سيمين، كنت كنحاول نصايب يو ليست ديال لي برودوي، كنت كنحاول نصايب مثلا دي برومو. لا ليفريزون درتو ادوميسيل، واخا انه لوكو كانت لي هي 20 درهم، ولكن بالنسبه ل 10 درهم كنت كنخلصها انا، 10 درهم كان كيخلصها الكليان. يعني حاولنا راح نلقينا كاين الحلول. الحمد لله انا بالنسبه ليا كيبان ليا يعني امل كاين، وربما هذه الازمه هذه خلاتنا انا نفكروا بزاف الحويجات اللي ربما ما كناش نقدروا نفكروا فيها، وخلاتنا انا نبحثوا على حلول وجبدات منا ربما داك الشيء اللي كان مخبي عند كل واحد. الواحد فينا عارف الطاقات ديالو، ان شاء الله التعاونيه اللي عندها ناس اللي هما كيميتريزو بزاف ديال لي دومين، اللي عندها ناس اللي قادين انهم يديروا فكر مقاولاتي، اللي عندها ناس انهم قادين يتذكروا، اللي عندها ناس انهم قادرين انهم يجددوا، راه غادي يوصلوا بدون نقاش.